بقى لي نص ساعة بعيد الفيديو عشان خاطر بيبو 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 الله يا خطيب، بقى لي نص ساعة بعيد الفيديو عشان خاطرها بصراحة، لأن أنا لو سألت أي حد جاي من بعيد كده ما يعرفش أي حاجة عن انتخابات النادي الأهلي هيقول لي نفس الجملتين دول بتاع بيبو بيبو الله يا خطيب، هو هيقول لك إن إحنا جايين عشان خاطر مثلا كابتن محمود الخطيب، صفحات السوشيال ميديا كلها بتتكلم على إنجازات الراجل، عادي يا عزيزي ما إحنا قاعدين في البلد بنتكلم على إنجازات بس، إنما بنشوف حاجة عزيزي لا لا لا، يقول لك إيه بقى أيام كابتن حسن حمدي لا أيام كابتن محمود طاهر ما بيتكلموش على كابتن حسن حمدي أيام خالص، ده هم أساسا بيقدسوا ايام كابتن حسن حمدي تحسها كده حاجه مقدسه بالنسبه للناس اللي بتدافع عن مجلس اداره كابتن محمود الخطيب، مع اني برضو كنت شايف ان هي فتره عظيمه فتره نجاح عظيمه بس كان فيها شويه مشاكل كتيره جدا بعيده عن ارضيه الملعب اللي الفريق الاول كان بيقدر ان هو يخبي مشاكل مجلس الاداره دي، مشاكل مجلس اداره الاهلي الحاليه كلنا عارفينها، مشاكل مع تركي الشيخ ومشاكل القناه، هنعمل افتتاح جديد للقناه، هنغير المحتوى بتاع قناه الاهلي وبسم الله ما شاء الله المحتوى زي ما هو تاخد ترميه في الزباله، يعني بسم الله ما شاء الله قعدوا لك افتتاح جديد، رد جديد، القناه هيبقى فيها استوديوهات، هنعمل ونسوي، وفي الاخر الموضوع طلع بلح عزيزي، فالموضوع طلع بطاطا اساسا. طب فريق الكوره، لا فريق الكوره الصراحه هو اللي موقف المجلس ده على رجليه، فريق الكوره ان هو واخد 2 افريقيا ورا بعض، ما كانش مجلس اداره الاهلي جرى ان هو يترشح مده ثانيه، وما كناش بنتكلم دلوقتي ان كابتن محمود الخطيب هيختار مين ومش هيختار مين، كان زمان بنتكلم على كابتن محمود الخطيب هيترشح ثاني ولا لا، بس فريق الكوره بقياده موسيماني بصراحه هم اللي حاطين كابتن محمود الخطيب يعني الزقه القويه كده، اترشح وعادي، احنا واخدين 2 افريقيا من 4 سنين بتوعك اترشح وما يهمكش، لانك لو دورت على الالعاب الفرديه ايام كابتن محمود الخطيب مفيش نجاح كتير، لو دورت على الالعاب الجماعيه بعيد على عالم كره القدم برده مفيش نجاح كتير، فالموضوع صعب لان احنا عندنا فرقه باسكت تعبانه، فرقه يد تعبانه، فرقه طايره هي اللي شغاله، فرقه طايره وفرقه قدم هم اللي مخلين المجلس الحالي قادر يتكلم معانا، وكابتن محمود الخطيب بيقول لك دلوقتي انا هكمل بخالد مرتجي، وخالد الدمداري معلش انا مش عايزك معايا في القايمه، ومعلش رامي علواني، ابراهيم الكفراوي، جوهر نبيل انتوا اوت، ليه؟ هل دول كانوا بيتكلموا فعلا ان هم في انقسام في مجلس اداره الاهلي، وان الناس دي مش متفقه على قراراتك انت، ورامي علواني لما طلعت انتقاداتك واتكلمت على مجلس اداره الاهلي وهم اللي خدوا ساعات مشانا، وكابتن جوهر نبيل من اول ما قرر ان هو يخلع وما ينضمش للقايمه بتاعتك بعد كده رجع لك تاني من ساعتها وانت حاطط عليه، عشان نقول لكم يا جماعه ان مجلس اداره الاهلي ما كانش بينسى كل الكلام بيتقال ده، يقول لك لا عايزين تقعد استقرار النادي. طب بذمتك بقى بعد ما تم استبعاد الثلاثي من قائمه كابتن احمد الخطيب، ايه رايك انت بما انك كنت شغال ماسك الطبله للمجلس؟ ما انا عايز اعرف، ما هو انت شكلك زيهم كده، فيك ريحه الحزب الوطني القديم بتاعنا اللي هو موافقه بالاجماع، حاسك زيهم كده وحاسك متربي على الريحه الوسخه دي، فقول لي يا اسطى بذمتك دلوقتي ايه رد فعلك بعد ما كابتن احمد الخطيب ما استبعد الناس دي وقرر ان هو يصعد مهند مجدي من تحت السن لفوق السن عشان خاطر الراجل كبر، فالراجل مجهوداته كبيره جدا في النادي فمضطر ان هو يطيح بابراهيم الكفراوي او جوهر نبيل او رامي علواني علشان خاطر يحط الراجل، تمام حلو الكلام ده، لذيذ الكلام ده. طب هل انت اتفاجئت وسلمت ان حسام غالي في اخر يوم لانتخابات النادي الاهلي يقدم تبع كابتن محمود الخطيب في القائمه بتاعته؟ لو انت اتفاجئت يبقى معلش بقى العيب فيك انت، لان حسام غالي من ساعه ما جه من السعوديه كلنا عارفين ان هو هيخش الانتخابات بتاع النادي الاهلي ضمن قائمه كابتن محمود الخطيب، فلو انت مش عارف كده يبقى الموضوع بتاعك انت. فانا هقول لك القائمه بتاع كابتن محمود الخطيب عشان انتخابات الاهلي دلوقتي من خالد مرتجي وخالد الدمداري، الباقي محسوم محسوم لقائمه كابتن محمود الخطيب، وغير كده ان بنهرج جايين نصيحه وبنهرج حرفيا، لو قلنا ان في انتخابات في النادي الاهلي الا في المكان ده خالد مرتجي وخالد الدمداري، اما بقى الرئيس كابتن محمود الخطيب طبعا لان هو مترشح قدامه المحامي خالد سليمان وصعب ان اي حد ينجح ضد الخطيب حاليا، وغير كده ليه يترشح الراجل ده لوحده؟ لان هم حاطين شرط كده انك لازم تدفع 30,000 جنيه في مقابل انك تسحب استماره ترشح للرئيس، وال 30,000 جنيه دول مش هيردوا لك، فناس كتير خافت تخش عشان خاطر ال 30,000 هيروحوا عليها والشهره اللي هم هياخدوها ضد في حاله ترشح ضد كابتن محمود الخطيب مش مستاهله 30 باكو، فهم قال لك بلاها يا معلم سيب كابتن محمود الخطيب وترشح قدامه اي حد معاه 30 باكو وبيعها، والمحامي خالد سليمان هو اللي قرر ان هو يضحي بال 30 باكو ومكون شويه شهره ضد الترشح ضد كابتن محمود الخطيب. اما العمري فاروق فهو بنسبه كبيره جدا هيعدي، هو كابتن محمود الخطيب اعضاء فوق السن غالي، محمد الغزاوي، محمد الضماطي، مهند مجدي، طارق انديل، محمد شوي، خالد عبد القادر اللي هو بتاع مايكروسوفت وهيقعدوا بقى يتكلموا على عزم وحاجات كتيره جدا زي الحوار بتاع السد الاهلي زمان كده. ومحمد سراج واعضاء تحت السن محمد جمال الجرحي ومي عاطف، وهنا في عمر ربيع ياسين برضه مترشح تحت السن، واعتقد ان عمر ربيع ياسين لو كان في قائمه كابتن محمود الخطيب كان قدر ان هو ينجح على مي عاطف او حتى يقدر ان هو ينافس من بعيد كده محمد جمال الجرحي، مع ان الجرحي عنده شعبيه طاغيه في النادي، فاعتقد ان قائمه كابتن محمود الخطيب كلها هتعدي باستثناء خالد مرتجي وخالد درندلي، هل واحد فيهم هو اللي هيخش ويتحب الثاني؟ هل القائمه كلها هتنجح وهينجحوا كلهم بخالد مرتجي ولا خالد
كده المونديال هيجي. فجيهم كلهم زي ما كان زي ما زمان في 2009 العمري فاروق فجأة الكوكب كله جوه النادي الاهلي ونجح، رغم ان كابتن حسن حمدي ما كانش عايزه معاه وكان مختار وقتها الحاج محمد عبد الوهاب. هل ممكن نشوف اللي حصل زمان يكرر دلوقتي؟ بس لو انت وصلت معايا لحد دلوقتي في الفيديو وما شتمتش تحت في الكومنتات وما قلتش ان انت اهلاوي مزيف ولابس شورت ليات، اقول لك يا اسطى وعهد الله انا اهلاوي بس انا مش من ضمن الناس بتوع الحزب الوطني اللي هو موافقه ينجح. لا انا راجل لسه عايش في الاربع سنين اللي الثلاث سنين تركي كان الشيخ كان بياخدهم رايح جاي بالمقشه، واخر سنه اللي هم عايشين فيها على كابتن محمود الخطيب فتح جراج، يبقى انجاز. كابتن محمود الخطيب عمل مؤتمر صحفي، انجاز. كابتن محمود الخطيب عمل مؤتمر انتخابي، انجاز. كابتن محمود الخطيب راح دخل المستشفى عشان خاطر خد عين، انجاز. كابتن محمود الخطيب طلع من المستشفى قدم اوراد ترشيح لرئاسة النادي الاهلي، انجاز. يا بيه كل دي انجازات للمجلس ولا لا يا بيه؟ انا بقى مش من الناس دي، انا شايف ان كل ده هري وضحك على الناس، عشان كده القناه دي مش هتكبر والقناه دي طول عمرها اعرف 9000. عجبك الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش اعمل سبسكرايب او اعمل ديسلايك او اعمل اي حاجه لو عديت من هنا.